هو الموضوع مش خاص بفكرة إن القناة رقم واحد أو القناة رقم اتنين، لأن الموضوع دلوقتي خاص بفكرة التكاتف بين القنوات وبعضها. النهاردة إحنا لما لقينا إن شركة إبسوس فجأة في قنوات دخلت في الريسيرش بتاع الشركة، وفجأة حصل ارتفاع للقنوات دي بشكل إحنا ما لاحظناهوش في السنين اللي فاتت. أما القناة النهاردة ترتفع بقوة 16 و 24 درجة، واحنا متعارف عليه من السنين اللي فاتت. لو بنتكلم في 7 سنين فاتت، ان شركات الريسيرش لما تيجي القناه تطلع بتطلع بنسب معينه ما بين 3 نقط ل7 نقط ل6 نقط، لكن فكره ال 16 نقطه دي عمرها ما حصلت. دي اول حاجه. تاني حاجه، فكره ان قناه الحياه رقم واحد فبالتالي ما يشتركوش في حاجه زي دي، بالعكس احنا كلنا بنتكلم في تكاتف بينا وبين بعض، عشان خاطر احنا نفسنا عايزين نعمل توازن، او بمعنى اصح عايزين نقيس نفسنا. بالعكس عايزين شفافية أكتر، إن احنا نقيس نفسنا إزاي، إن احنا نشوف المشاهد وصلت المعلومة بتاعتنا ولا لأ، إن احنا برامجنا بتوصل للمشاهد ولا لأ. بالعكس دي حاجة هتخلي التنافس بشكل أحسن. النهارده لو في مصداقية وشفافية في هذا الموضوع، احنا كلنا زي ما احنا قاعدين على ترابيزة واحدة، فبالعكس هنجاهد إن احنا نعمل حاجات أفضل للمشاهد. فدي كانت أهم حاجة بالنسبة لنا، إن احنا عايزين نوصلها كرسالة للعالم كله، او ما لا صح الوطن العربي كله، ان الاعلام المصري اعلام صادق جدا جدا جدا، وبنسعى ورا شفافيه في كل حاجه.